طيب سؤالي القادم لحضرتك، هل وجدت أي اختلاف أثناء تواجدك في بعض الدول العربية ما بين فكرة تطوير الكرة في الدول العربية والكرة البلجيكية، ولا نفس الأمور تقريباً؟ Well, it is of course the situation in the countries is different. الأمر مختلف من بلد إلى آخر. أمور كرة القدم في كل دولة لها خصوصياتها. إذن سواء إذا كنت تأتي بأفكار جديدة أو مشروعات جديدة في كرة القدم، الأمر يختلف من دولة إلى أخرى. إذن من الطبيعي جدا أن يكون هناك اختلاف بين دولة أوروبية ودولة أوروبية، أو دولة أوروبية ودولة غير أوروبية. الألمان لا يلعبون نفس كرة القدم التي يلعبها الفرنسيون، ولا يلعب الإنجليز كرة القدم التي يلعبها البلجيك. داخل القارة الأوروبية هناك اختلافات، هناك ثقافات كروية مختلفة، وهناك أفكار مختلفة وأساليب مختلفة، وهناك أساليب مختلفة في المنطقة العربية. على سبيل المثال، عندما ننظر إلى تونس على سبيل المثال في بطولة العرب، تونس والجزائر كانوا الأفضل، وهذا هو أحد الأسباب، لأنهم يلعبون كرة قدم مختلفة، وهناك تطوير في كرة القدم، وثقافة كرة القدم مختلفة هناك إذا قارنتها بدولة عربية أخرى مثل أي دولة من الدول. وما يحضرني هو قطر والسعودية على سبيل المثال. ثقافة كرة القدم أو مجتمع كرة القدم مختلف. إذن ما تفعله أو ما تريد أن تغيره سيكون مختلف أيضا، لأن ولكن النتيجة أن لا عيب في هذا الاختلاف، لا عيب فيه. ولكنني دائما أحاول أن أقنع الناس، عندما كنت في سنغافورة، أننا نقنع اللاعبين أن يلعبون كرة القدم السنغافورية بالأسلوب السنغافوري. وكذلك عندما أذهب إلى المملكة العربية السعودية أقول لهم أنكم تلعبون الكرة السعودية. الأمور مختلفة، ولكن ما هي الحلول الأفضل؟ لا يمكن أن تعرفها إلا إذا كان هناك تقييم عندما تلعب فعليا، وأن يكون هناك تحليل للأداء، وأن تواجه فريق آخر، وأن تجد فريقان يلعبان بأسلوبان مختلفان، ونتيجة المباراة ستقول إذا كان العمل على التطوير قد تم إنجازه أم لا. إذا تم تطبيق، إذا كانوا يركزون على الاستحواذ على الكرة. ننظر إلى إسبانيا، في الاستحواذ على الكرة إسبانيا متفوقة جدا، لأن لديهم اللاعبين المؤهلين لذلك، وأيضا لديهم حوالي 60-70% في أي مباراة لاستحواذ الكرة. في بعض الدول يكون الاستحواذ على الكرة هو أسلوب، ربما يكون هذا هو الأسلوب وهذه هي الثقافة. والفرق بين هناك ثقافات كروية مختلفة في أوروبا بين الدول الأوروبية، وثقافات كروية مختلفة بين الدول العربية. كل ما أقوله أنه عندما يكون هناك مقارنة في تصنيف الفيفا، ستجد أن هذا التصنيف يقول أن الفرق الأفضل هي التي تحقق نتائج أفضل، لأن هذه هي الفرق التي تحقق نتائج أفضل، لأن هذه النتائج تأتي بناء على تطوير مجالات كرة القدم. المنطقة الأوروبية غير المنطقة الآسيوية غير المنطقة العربية، التطور يحدث في كل تلك المناطق، ومن الممكن قياس هذا التطوير بناء على نتائج وأسلوب
أسلوب اللعب وعلى كل دولة أن تطور مجال كرة القدم لديها بما يتراءى لها بظروفها وأحوالها ونوعية اللاعبين الموجودة لديها. بالفعل لابد أن يكون هناك تحليل كامل وشامل لمجتمع كرة القدم في كل دولة، ثم تحليل لعناصر كرة القدم كل على حدة، ثم نتتبع ما هي أوجه القصور ونطورها، وستأتي النتائج من خلال 6 أو 7 سنوات. طيب لا شك أبدا لأن كرة القدم ستتطور بناء على هذه الخطة.